لأول مرة في قرى حياة كريمة تم إطلاق مبادرة في الغربية اسمها معا من أجل ترعة نظيفة. المبادرة دي بتستهدف الحفاظ على نظافة الترعة وحمايتها من إلقاء وتراكم القمامة وغيرها، وده في الوقت اللي المحافظة محافظة الغربية بتشهد فيه تنفيذ خطة تبطين 134 ترعة بتكلفة وصلت 2,600,000,000 جنيه. معانا على التليفون دكتور طارق رحمي محافظ الغربية عشان نعرف منه كافة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة. صباح الخير عليك يا سيادة المحافظ. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. ايه السبب اللي خلاكم تفكروا في هذه المبادره؟ يعني احنا شغالين في حياه كريمه على تطهير وتبطين الترعه، لكن عاملين مبادره جديده للحفاظ عليها. ايه السبب؟ هل حصل مثلا وشفنا بعض الترعه اللي تم تطهيرها وتنظيفها مثلا بدات الناس تلقي فيها مره اخرى قمامه، ولا ايه السبب؟ لا بالعكس، هي رساله توعويه في المقام الاول بنبعتها لكل اهالينا في القرى علشان يحافظوا على الانجاز اللي تم في تطهير هذه الترع. والجميل كمان ان كان موجود معانا طلاب المدارس، احنا اتكلمنا معاهم على اهميه هذا الامر. طبعا يعني برضو بيبقى في بعض الشوائب اللي موجوده في الترع نتيجه لوجود ورد النيل، وده امر طبيعي لازم يبقى متواجد. قليل من القمامه برضو ممكن تكون موجوده في نقص في الوعي في بعض المواطنين، انما موضوع التبطين طبعا ادى الى الحفاظ على الميه ووصولها بشكل نظيف جدا للمزارعين، وبيساعد طبعا في عمليه الري وعدم تسرب الميه للتربه اللي يعني الموجوده في باطن الترع، وبالتالي هو مشروع عظيم جدا والقياده السياسيه بتهتم بهذا الامر، وبالتالي احنا لازم نحافظ على هذا المكتسب ونوعي اولادنا ونوعي اهالينا بهذا الموضوع. اكيد فكره مشاركه الشباب او اشراك الشباب، كل ما الشباب تشترك في مبادرات كل ما تحس بانها عامله مجهود فتحافظ على الحاجه اكتر، وبالعكس يبقى في نوع من انواع التنميه كده، وكمان العمل اللي بيتوفر للشباب. حاولنا نستخدم الشباب وحاولنا ان يبقى موجود عندنا فرص عمل للشباب في هذه المبادره. سياده المحافظ خليني اقول لحضرتك، هي المبادره اصلا يعني نبع من الشباب نفسهم، فريق متطوعي الغربيه ده فريق مكون من حوالي 150 شاب وشابه، هم اللي فكروا بهذا الموضوع، معظمهم طبعا من القرى وعارفين قيمه الترع وقيمه تبطينها، وهم اللي اخترعوا الشبكه اللي حضرتك شايفاها في الفيديو، وهم اللي فكروا فيها وراحوا صنعوها بنفسهم، واحنا ساعدناهم طبعا ودعمناهم وجبنا معاهم طلاب المدارس عشان برضو الشباب الصغير لازم يبقى عارف اهميه هذه الترع. فالمبادره كلها مبادره شبابيه بترعاها المحافظه، وطبعا بتدعمها وزاره التنميه المحليه والموارد المائيه، مديريه الري كانت موجوده وكانت بتساعد برضو ببعض الحفارات عشان لو في حاجه من المخلفات الكبيره ممكن نرفعها، طبعا وزاره البيئه، الامر مهتم جدا يعني كل الجهات مهتمه جدا بهذا الامر، لانه المياه بالنسبة لنا طبعا حياة بالنسبة للمحافظات اللي فيها زراعة زي محافظة الغربية. بكل تأكيد. طيب هل بالتوازي مع الأعمال اللي بتقوم بيها المبادرة عندنا جانب توعوي؟ طبعا جانب التوعوي تم في الموقع نفسه وبيتم في المدارس. النهاردة عايز أقول لحضرتك في طابور الصباح في مدارس زفتة كلها بيتقال فقرة مخصصة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم عن أهمية المياه والحفاظ على الترع وحماية البيئة من التلوث. دايما بنطلق هذه يعني النبذات الصغيره او التوعويه في طابور الصباح في كل المدارس بتاعتنا، سواء كان على حمايه البيئه او المناخ او لما بيكون في مشروع المبادره الاقتصاديه او المنتدى الاقتصادي او منتدى شباب العالم. يعني بنقول دايما فقرات كده صغيره للطلاب عشان نوعيهم، لان هم دول جيل المستقبل اللي هيحافظوا على هذه المكتسبات في المستقبل باذن الله. يمكن ده بيتزامن مع تطوير المناهج الجديده اللي موجود في مناهج رابعه وخمسه ابتدائي، اللي في كلام كتير عن اهميه المياه والحفاظ على البيئه وكمان مشروع تبطين الترع، وده يمكن اللي بيتعرض له الطلاب في المناهج الجديده. لو قلنا بقى ان احنا لسه اعمال الترع الجديده او اعمال التبطين لترع جديده موجوده، عندنا فلوس مخصصه او عندنا رقم حضرتك يعني موجود في ذهنك نقدر نقول ان هو مخصص لتبطين الترع في المرحله القادمه؟ هو في محافظه الغربيه احنا عندنا بدون حياه كريمه عندنا 100 ترعه بحوالي 381 كيلو متر، تنفذ منهم 282 يعني تقريبا 60%، التكلفه الاجماليه 2.6 مليار، ده خارج حياه كريمه. انما في حياه كريمه عندنا 34 ترعه وتنفذ منهم 22 ترعه وباقي 12، الاجمالي التكلفه بتاعتهم 540 مليون جنيه ونسب التنفيذ بتاعتهم الحمد لله عاليه جدا.
المتبقي زي ما قلت لحضرتك فقط 12 ترعه، ودول شغالين فيهم او جاري العمل فيهم. ان شاء الله بنهايه يعني هذا العام باذن الله يكونوا هذه الترع تم تبطينها، ونكتمل تبطين الترع في مركز زفته بالكامل، وننتقل بعد كده على المرحله الثانيه لحياه كريمه، لان عندنا اربع مراكز داخله المحله وكفر الزيات وبسيون وقطور، وفيهم مجموعه كبيره جدا من الترع ان شاء الله برضو يدخلوا في المرحله القادمه من حياه كريمه. عظيم. المبادره معا من اجل ترع نظيفه شغاله برضو في هذه الترع اللي هي بره حياه كريمه. بالظبط يا فندم، احنا ابتدينا فقط بزفته دلوقتي، وبعدين هتنتقل اعتبارا من الاسبوع القادم لباقي المراكز السبعه الاخرى اللي موجوده في المحافظه، بس حبينا نحافظ زي ما قلت لك على المكتسب بتاع تبطين الترع اللي موجوده في زفته، ونوعي اهالينا بحيث انه الامور تبقى مكتمله، مشروعات بنيه تحتيه خلصت وتنميه بشريه وتوعيه ايضا تكون موجوده. بننتقل بعد كده الى المراكز الاخرى في المرحله الثانيه، واحنا بالطبع ابتدينا مجموعه من اللقاءات التوعويه واللقاءات المجتمعيه عشان نعرف برضو اهالينا في المراكز الثانيه الاربعه محتاجين ايه، قعدنا معاهم عرفنا المشروعات اللي هم عايزينها، وفي نفس الوقت بنطلق بعض الصيحات التوعويه ليهم، بنقول لهم مع هذا التطوير لابد ان انتم تحافظوا على هذه المكتسبات، بان احنا نحافظ على سلوكياتنا وما نرميش حاجه في الترع وعدم حرق المخلفات الزراعيه ونحافظ على البيئه بتاعتنا. كل هذه الامور بنقولها في اللقاءات المجتمعيه مع اهالينا في القرى اللي دايما بشكل دوري بنعقدها معاهم كل اسبوع. يمكن المبادرات التوعوية دي لازم تتزامن مع المبادرات التنموية اللي بتحصل، لأن بمنتهى البساطة لو فضل يحصل تطوير وما فيش توعية أو محاولة تغيير لسلوك المواطن، يبقى التطوير اللي بيحصل كله هيبقى يعني رايح في اللا مجهود، لأنه بمنتهى البساطة الناس هتفضل على السلوك السلبي، فمهما التنمي مش هيحصل أي تطوير للمنطقة. كل الشكر ليك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.